وراها وزير هذا هندسها يسوق بيان سيدي مهيب وطا هاي عقل كان شرع جدة جتيسة يتعلم تقول كلية هاي انت كذب سلام قود مضر يالي مرويين قدون كي يحل دبعنا دقوا لها شعبك وحبيبي كل سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربعين كوابون هيد الشرعيات كا وحاشرفوا إني أه إن المانطة تاريخ تطهي فضمت بشي سديدات لما كل ما تي سدها عن الهر كيانو هيد الشرعيات كا على المشرعيات كا صوماريا أو إذن هريالا وجيدة حاركة وجيدوين كوومي سنين لقليا حاركا وحاكمينا إن كل لو قاعد عدالة هي سرعين تشرعيها سقف والباء هيرو كان مشرعيات كو بهي هي او حق وكيل نقشو شرعي مرتا وسقفكو لهين او وضع قاري سيدا دكتا سبول كاه يكو نقول لابو إلا بسقاب هولات تربحين قرقار كي يكو وكيل نقشو يدر بقاليه اي بحين يسد دولدا سلمر كان أركتو تهين العاوية شخصيات كان وودين إلي هلان تلبحين شرعيات كرقاري شرعيات يا كوكيل نقص الشرعي صار لحين لغاله داوي إن كان مشرعيات كا إن كان مشرعيات فيها قابل كلية لو حق يجي كان إلي هلان ضد السبول كا فرصة عدالة ديد أولو سميها إن كان مشرعيات كوفو ضد السبول كا يكون نقول به لي دحوه دستوري كا يكون آدم إن سيستم الله رد غم شرعي يا محكمة دهورتو ده إن كان بقي دولة فدرال كا قبل كا بنادم يدولة حبناها كا فدرال كا نظام كوكيل نقشو شرعي يدو الله السينة يكال مشرعي حتى استوبا عن وعن دقالها نسكو في الليل مدر يا المروي الحير كان وحول لي هي أهمية وين ويبرشد الصومالي الباهي المقل أوقبتو بوذهان غارهان برشد قيمه إذا صرول كاه كو النقل يكو بايها غار كاه قبا وانا ووذي يدقى على أهل اسكبحيان خدمة دقرين لنا طلب حينتا كوكي النقشادة يدفاع شرعي محكمة دهورتو إذا سوى فقص الحير كان لدارك القرصورك يحيرك كالي دقنقل كاه دقن قلنت حيرك كان مشرعية كالصومالية وحوز تقرية ضد السرولكا يكون نقول بينها عدالة مذيهين ويحقهان وليهين سي لص من بلشان قيمين الثلاث هندسان وحي وزارة عدالة يا ريما دستورك وذيك سنة يسحر بارياشة شرع قريسي دادال يمسكح وحكورة وانا كان هندس شرعيات كي إذا هيال سي أضم المرسالة انت رغود دم بيزا وحن كنت المعبا هنا اوود الدستور هند الشرعيات كا هند الشرعيات كان اسل كيس وحو كاي معنا يا دستور كا صوماليا ما المرين تايد غنقلين تحيرك كالما شرعيات كا صومالي ليغالي الاكت وسيحة جديدين يا وضبط الدستور كا كم يلقار كا الجمهورية الفدرال كاي صوماليا قضب كسدنا يا فراد فقرد أفراد وقياحة الدولة وحي أكفار قاريسا ضد كان أول ضد قانا لهين إلي دفاع العقل عنا هلان قد الدستورية قد الدستورية قد بسد يا أفراد فقرد الشنا دولة وحي أضمانات قاريسا دفاع العقل عنا شخصيات بلشوين كمركز شرعي مركز شرعية وقول هذين يا دم تبوت قدر كصدر الشرار وحوقي حيا قف كست أول لحرا أول لحرا وحق اللي هي إنه قب صدق عليهم دفاعا هديوسا أود لهينا أي حكومة غلطة هذا رب ما نقدر الدستور يا سرق كتب عن وحين نقول جبنا يعني اسمها من البرينتا يدعي إن جنيد حير ككان مشرعية كصومالية أو أن هذا أفضل من البرينتيزا سلامك أنا أبا هن إن دخل الله لما يسرو عبر رعاية الشرع الدجنتا سوى فرسان دنت جود الدوين هالصومارين حير كله أبور يا جود يا فرسان أو فلين دور هولها كان مشرعيات مع كملة حير كجود يا كان مشرعيات كا حير فدرال
هير دولة قبلات هي قبل كبنادر مشارك حبناها وسؤالي ما انكرتا مركا لغا ريب حقيها قدقة يهولوذان ذا قارقارية حبناها قدقة لمسيرة يا مشار والصوحي هي ليان قلنا فردي وداف يا قادي ذا مركا يكغيب قليان وقول ماذا قدقة معنى يدوح أول ومتضوعين قدية داس أساسي صندوق كالما شرعيات وإلهيك إيمان صدقانه صدقان الله وهل أديقية مشروع كالما شرعيات كقرن وحالا أساسي صندوق دقالي وقوني كالما شرعيات ككرية وما المريو قراها وزيرة حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية سلوه ما أبلو كالما شرعيات ك labo ilaha dhaqaale ee sanduuqa adeega kaalmashruuciyadka qaran waxay ka imaanayaan meelaha soo socda lacag ay qoondeyso dawladdu oo jeedintu tahay fulinta qorshe hawleedka adeegyada kaalmashruuciyadka waa qaybta dawladda ka imaanaysa labo deeq kasta hadiyad amaah iyo waxyaabaha kale ee loo hibeeyo adeeg bixinta kaalmashruuciyadka waa muxsiniinta dadka samafalayaasha ah lacagaha la siiyo kaalmashruuciyadka uu guddigan awood u leeyahay inuu isticmaalo si waafaqsan xeerka ama ku salaysan shuruucda kale ee dalka iyo ilaha kale ee lacageed oo si sharci ah loogu deeqay ama loo deymiyey guddiga oo ka yimid hay-adaha kaleeto ee dowladda oo ay tahay in la daahfuro inta aan la isticmaalin si waafaqsan xeer nidaamiyayaasha maamulka maaliyadda ee dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga waa inuu ka furtaa bangiyada lambar xisaab socota current account si loo adeegsado kharash bixinta qusaysa hirgelinta mashruuca kaalmashruuciyadka qaran ee dhammaan soomaaliya si waafaqsan xeerkan bunaaled mudanayaalay marwooyin xubnaha golaha shacabka ee sharafta leh si aan u wada gudanno waajibaadka dastuuriga ee naga saaray dadejinta iyo hortabinta dhammaystirka xeerka kaalmashruuciyadka soomaaliya waxaan si xushmadi ku dheehan tahay idinka codsanayaa inaad meel marisaan hindisaa waan ka wada dhegsannahay baahida bulshadeennu u qabto mahadsanidiin mar labaad assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu golaha wasiirada hindisaha ay soo gudbiyaan siday muhiim ugu tahay aqalkan sharci dejintiisa iyo kaalinta uu ku leeyahay intaa kadib salaan guud mudanayaalay marwooyin guddoonka ee xildhibaanada golaha shacabka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu warbixin kooban hindisharciyaadka waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta ay taariikhdu tahay 7/8 2023 aan idin hor keeno hindisharciyaadka kaalmashruuciyadka soomaaliya oo idin hor yaalla ujeedada xeerka ujeedooyinka ugu muhiimsan ee laga leeyahay xeerkan waxaa ka mid ah in kor loo qaado cadaaladda iyo sarreynta sharciga si qof walba u helo kaalmashruuciyadka uu baahan yahay oo xaqa wakiil noqosho sharci marka uusan qofku lahayn awood dhaqaale sida dadka saboolka ah iyo kuwa nugul labo in la dhiso qaab hawleed tala bixin gargaarkii iyo ka wakiil noqosho iyadoo dhaqaalihii ay bixinayso dowladda isla markaana aragtidu tahay in la caawiyo shakhsiyaadka aan awoodin inay helaan tala bixin sharciyeed gargaari sharciyeed iyo ka wakiil noqosho sharci sababa la xiriira dhaqaalahooda awgeed in kaalmashruuciyeedku yahay qaabka keliya ee lagu xaqiijin karo inay helaan dadka saboolka ah fursad cadaaladeed oo loo siman yahay in kaalmashruuciyadku u fududeeya dadka saboolka ah iyo kuwa nugulba helidda xuquuqda dastuuriga ah ee ku aadan in si siman loola dhaqmo sharciga iyo maxkamadda hortooda inay taabageliyaan dowladda federaalka gobolka banaadir iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka nidaamka wakiil noqosho sharci iyadoo la siinayo kaalmo sharci cid kasta u baahan oo aan dhaqaale ahaan isku filnayn mudanayaal marwooyin xeerkan wuxuu leeyahay ahamiyad weyn oo bulshada soomaaliyeed baahi mugul u qabto guud ahaan gaar ahaana bulshada qaybaheeda saboolka ah kuwa nugul
يكون بايها جار كهقبا وأنا وودي دخال أهل إسكبحيان خدمة قرينا لا طلب حنتا كوكيل نقشرة يدفاع شرعي محكمة دهورتو إذا سوى تفصل حير كنظام القرصورك يحيرك كله دقن قلكا دقن قلنت حيرك كلمة شرعية تكسر مالية وحوزو تقرية تكسر مالكا يكون نقول بينهان عدالة يمديهين ويحقهان ليهين سي لصي من بلشان قيبه إذا كانت هندسان وحي وزارة عدالة يهرمى دستورك وذيك سنة يسحي بيارياشا شرع قريسي دادال يمسكح وحكورة وانا كان هندس شرعيات كي إذا هيال سي عضو مير مريسان انت رغود دم بيزا وحن كنت الماء بينا أود الدستوري هندس شرعياتك إنت شرعيات كان أسل كيس وحوكا إمانيا دستور كصوماليا من المرينة إذا غنقلين تحيرك كالما شرعيات صومالي ليغالي الأكت وسيحة الجدين يا وضبط دستور كم يلقارك الجمهورية الفدرال كاي صوماليا قضب كسو دنيا أفراد فقرد أفراد وقياحة الدولة دوحي أكفار قاريسا ضد كان أولد لقانا لهين إني دفاع العقل على هلان قد الدستورية قد الدستورية قد قصد الأفراد فقد الشناب دولة وحيو ضمانات قاديسة دفاع العقلانة شخصيات بلشوين كمركز شرعي مركز شرعية وقول هذين يا دم تبوت قد قصد الشناب وحوقيح يا قف قصد أول لحرا أول لحرا وحق اللي هي إنو قبصد قريان دفاع هديوسا أود لهينا أي حكومة غلطة. هذا رب ما نقدر بالدستور يا سرق. كنت باحن. وحين نقول جبنا يعني اسمها من البرينتا يدعين جنيد حير ككان مشرعية كصومالية. وأن هذا أفضل من البرينتيزا. سلام مركا أنا أبا هن إن دخل الله ما يسرق عبر رعاية الشرع الدجنتا سوى فرسان دنت جود الدوينها الصومالية. حير كله أبوري جودية فرسان وفلين دور هولها كان مشرعية وعكملة هيرك الجديرة كان مشرعياتك هير فدرال هير دولة جبلات هي جبل كبنادر مشارك حبناها وسؤالي ما انكرته مركا اللي قرر يبقوقيها الجديرة يهو ودانا الجارجارية حبناها الجديرة اللي مصيرة هي مشار ونصوحي هي لي نقول نفضي ودافع يا قادي إذا مركا يكغيب قليا نقول ماذا الجديرة معنيه روحه والله متضوعين بديرس أساسية صندوق كالم شرعيات وإلهي كإيمان سدقانه سدقان الله وهل أديجيه مشروع كالم شرعيات كقرن وحال أساسية صندوق دقانه وجوني كالم شرعيات ككريه أو ما المريض جراه وزير هذا حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية سلوا وما بلو كالم شرعيات ك الله إله دقال صندوق أديك كالبشرية كقرن وحكي ما نيان ميلا صوص قدر العقاء أيقون ديسو دولده وجديد تهي فلنت قرش هولاد كأديك إذا كالبشرية وقيت الدولة كي ما نيسا الله ده كست هدية أما هي وحيابا كاللوهي بيو أديك بحنتا كالبشرية كا ومحسنين كا وتكسب فرياشة العيال الله سيو كان المشرعيات وجود جل وجود اللي هي إنه استعمال سوى قص الحركة أما قصة ليس شروع ذلك رأي ذلك هي إله كرأي العقد بس الشرعية لا وجود دقي أما لو ديني وجود جل وقيمة هي إله كرأي تو الدولة ويتهي إن لده فرو إنت على استعماله سوى قص الحركة نظامية عشان ما ملكم على يده الدولة جمهورية الفدرالية الصومالية guddiga waa inuu ka furtaa bangiyada lambar xisaab socota current account si loo adeegsado kharash bixinta qusaysa hirgelinta mashruuca kaal mashruuciyad ka qaran ee dhamaan Soomaaliya si waafaqsan xeerkan bulaanad mudanayaalay marwooyin xubnaha golaha shacabka ee sharafta leh si aan u gudan si aan u wada gudanno waajibaadka dastuuriga ee naga saaray dejinta iyo hor kurtibinta dhamaystirka xeerka kaalma sharciyeedka Soomaaliya waxaan si xushmad ku dheehantahay idin ka codsanayaa inaad meel marisaan hindisaa waan ka wada dhagsanahay baahida
بلشيدي نوغبطو ناكسيني بيه مرلبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.